لا ينتخب عادة المرشحين في انتخابات الغرف في الغالب بناء على برامجهم الانتخابية أو سيرهم الذاتية، وإنما بناء على مبدأ المنفعة الشخصية أولا والانتماءات المختلفة ثانيا. المتابع الدقيق لانتخابات الغرف التجارية يجد أن ناخبين قدموا المصلحة الشخصية على أي اعتبارات أخرى، بمعنى أنه لن ينتخب المرشحين في الغالب بناء على برامجهم الانتخابية أو سيرهم الذاتية، وإنما بناء على مبدأ المنفعة الشخصية أولا والانتماءات المختلفة ثانيا. بل إن حتى المتابع العادي يعرف كذلك أن العلاقات الاجتماعية في بعض الأحيان تدخل في عملية الاختيار. هذا الأمر وإن مقتناه ومقته المرشحين في منابرهم، إلا أن هذا ما يحدث فعلا داخل أروقة بعض حملات المرشحين في الانتخابات. الوصف الأقرب لانتخابات الغرف التجارية هو أشبه بممارسة شد الحبل بين فئتين من فئات المجتمع المحزبة والطامحة وبعضها المسلحة بالعلم والمعرفة في الحصول على مجموعة من المصالح، وأن هذه الوسيلة الانتخابات هي الأفضل والأنجح لفرض العضلات والاستقواء الوهمي بالمصوتين أو المجتمع وفرض القوة على بعضهم البعض. لو سمحتوا نحن لا نحمل أحدا وزر هذه الثقافة المتسيدة في غالب الشعوب العربية إن لم يكن كله، ولكن من حقنا أن نتساءل أيضا متى وكيف ستصبح هذه الانتخابات خطوة نحو تحرير العقول من القيود الاجتماعية والمصالح الخاصة، لينعكس ذلك على أداء غرفنا التجارية التي تحتاج أن يصل إلى سدة قرارها الأكفاء الذين يطورون من أدائها وينهضون بمنتسبيها ويستغلون هذه النهضة الاقتصادية التي نعيشها.